السلام عليكم جميعا. كثرت كثير الأسئلة بالفترة الأخيرة عن الكالسي بسبب انتشاره اللي كثير واضح في السنوات الأخيرة. الوقاية الوحيدة من الكالسي هي اللقاح، ما في أبدا أي وقاية ثانية إلا اللقاح. نحن حتى لو ما عم نطلع القطل برا، بمجرد خروجنا ودخولنا على البيت بأحذيتنا ممكن يدخل فضلات أو يعني أوساخ فيها بقايا الفيروس. القط بيمشي مطرح ما مشينا، بيلعق ايديه بيدخل الفيروس لجسمه. ما في وقاية الا اللقاح. اللقاح بيكون من عمر شهرين ممكن. اللقاح لقط سليم حصرا لازم يكون في فحص كامل للقط قبل اللقاح. اي اشتباه بعدوى معينة ما بيتلقح القط بوقتها، بيتأجل اللقاح. ما مندخل اي قط انقاذ على البيت الا اذا تأكدنا تماما انه هو غير مصاب. إمتى ما تعاملنا مع أي قط بالشارع منغسل كثير منيح، منعقم إيدينا قبل ما ندقر قطاف البيت، طبعا إذا كانوا مو ملقحين. نحافظ دائما على البرنامج الوقائي، هي الوقاية الوحيدة من الكالسي. العلاج بمجرد أنه يتم بمرحلة مبكرة يعني علاج موجه بشكل جيد، إن شاء الله بيكون في استجابة. الصور اللي هلا عم تنعرض والفيديوهات هي لقطات صغيرة بالعمر، السوداء منهم عمرها شهر ونص تقريبا، البقايا بالشهرين أو أكثر شوي. هدول قطط شارع اجونا، حتى وصلوا بمرحلة متأخرة شوي. الحمد لله هنن ثلاثة شفيوا تماما من الكالسي. السوداء بالذات كان كثير وضعها تعيس، واضح بالفيديو الثاني بعد يوم من بداية العلاج. الحمد لله في بداية تحسن واضحة جدا بالنشاط، الأكل بلش. الفيديو الأخير لأنه لما انتهوا آخر يوم من العلاج بعد الإبر كمان كانوا معصبين وعم ينفخوا على بعض. كثير كثير ننتبه للوقاية وللعلاج المبكر. إمتى ما لقينا القط قطع الأكل، ما عاد أكل ما عاد شرب، هذا دليل إنه في مشكلة كثير كبيرة، لازم مباشرة نشوف طبيب. إمتى ما لقينا الحرارة ارتفعت أكثر من 39.2، في عندنا مشكلة، لازم مباشرة نشوف طبيب.